الو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومستمعين إذاعة ألف ألف أف أم من جديد. طبعا في يوم جديد, في أسبوع جديد, بداية الأسبوع يوم الأحد. طبعا أحييكم أجمل تحية من وراء المايك من إذاعة ألف ألف أف أم, معاكم شادي عبد العزيز. بإذن الله راح نكون مع بعض في طبابة ألف. طبعا اللي حاب يتواصل معانا من بداية الحلقة ويعني يستفيد أكيد من استشارات ضيفنا لليوم الدكتور أحمد العمري, مستشار علاقات أسرية, يرسل رسالة نصية بمحتوى السؤال أو طبعا عن طريق السوشيال ميديا على تويتر @ALIFALIFFM. هذا هو حسابنا الرسمي على تويتر, أيضا الانستغرام ALIFFM وأيضا الفيسبوك. وطبعا الرسائل زي ما ذكرتكم حتكون الأرقام على STC 847700, موبايلي 640660, لا مشتركين زين 746262. هذه هي أرقامنا مستمعين اللي حاب يوجه أي سؤال أو استفسار وتفاعل معنا خلال هذه الساعة. إن شاء الله راح استقبل اتصالاتكم خلال النصف الساعة الثانية من البرنامج. طبعا حلقتنا اليوم وموضوعنا لليوم في طبابة ألف بنتكلم عن مراحل ما بعد الطلاق أو كيف يكون الطلاق ناجح. استشارات إن شاء الله راح ناخذها من ضيفنا لليوم. يقول الحق جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. الطلاق من أبغض الحلال إلى الله عز وجل, والطلاق علاج لحالات أو بعض الحالات المستعصية عفوا التي لا يمكن فيها الإصلاح بين الزوجين, والجمع بينهما يكون فرقهما خير من اجتماعهما. يبقى الطلاق أمرا واقعا وحلا أخيرا عندما تستحيل العشرة الزوجية وتفشل كل محاولات الصلح والبقاء وفرصة للتحرر النهائي من علاقة فاشلة. ولكن في كثير من الأحيان وتحديد في حالة وجود الأبناء يكون الطلاق نقطة البداية لا النهاية. من هذا المنطلق إن شاء الله رح ناخذ استشارات طبعا ومحاورنا كثيرة حول هذا الموضوع اللي هو نقطة البداية لا النهاية اللي هي الطلاق. معانا اليوم الدكتور أحمد العمري, مستشار علاقات أسرية. مساك الله بالخير يا دكتور أحمد. وسهلا, مساء النور, وربي يوفقنا إن شاء الله لقول كلمة حق في هذا البرنامج, وأسأل الله عز وجل أن يجمع بين كل زوجين. وما جعل موضوع الطلاق إلا هو حل لمشكلة. نعم. وكذلك أحب يعني أني أشكرك على هالمقدمة الرائعة, هي حقيقة ملخص للموضوع كامل لمن كان له قلب ووعي. كلماتك كانت جدا نيرة وأشكرك على هالملخص للحلقة كامل. الله يسعدك يا دكتور. أرحب بالمستمعين جميعا, وأنا على استعداد للإجابة على أي استفسار أو استشارة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. اللهم أمين. أكيد ما نستغنى عن أكيد استشاراتك دكتور أحمد. طيب بداية يعني إحنا خلاص وصلنا أو يعني على قولهم خلينا يعني بغض النظر عن نوع الطلاق, سواء كان طلاق بتراضي من الطرفين أو سواء كان طلاق بمشاكل إلى آخره من أنواع الطلاق, إحنا راح يعني نغض النظر عن الأسباب. إحنا الآن في مرحلة الطلاق, كثير من الأزواج وأهالي يمكن الزوجين يعني بتكون في مشاكل زي ما أنا ذكرت, يمكن هي نقطة بداية لا نهاية. يمكن الفرق بين الزوجين قد تكون نقطة بداية. إحنا يعني حضرتك دكتور نبغى بداية نعرف كيف يكون الطلاق ناجح, بعد كده إن شاء الله رح نسترسل في استشاراتك وأمور أخرى. بداية كيف يكون الطلاق ناجح دكتور أحمد؟ هو أنت ذكرتي في بداية مقدمة الكريمة إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. عندما الله عز وجل جعل الطلاق حل لمشكلة تسريح بإحسان, والإحسان هنا
يكون بالمودة بالحب ليست هو نهاية المطاف. ما يحصل بعد الطلاق للأسف هو فرقة بين الأسر، مشاكل الزوجين، وخصوصا إذا كان هناك أطفال. سبحان الله، نسوا صلة الرحم، ما أوصى الله عز وجل به من المعروف في ما كان بين من عشرة ومن خير ومن معروف ومن حب ومن مودة، لأن الله عز وجل ما جعل هذا الزواج إلا مودة. ما دام انتهى هذا الزواج فهناك صلة رحم باقية. كثير من الناس يجهل إنه هذا التي هي كانت زوجتك ثم طلقتها أمها تصبح محرم، أنت من محارمها شرعا، كذلك أهلها أولادك أو يصيروا أولادها، يعني في صلة رحم قوية تربط بين الأسرتين وبين الزوجين. ليس معنى انتهاء يعني المشكلة بين الزوجين بالطلاق إنه نهاية الدنيا أو إنها أصبحت قضية أو كذا، لا يعني نعم. سبحان الله، ما هي نهاية المطاف فعلا، يعني جعل الإحسان بين الزوجين فعلا، يعني دكتور أحمد أحدهما إلى الآخر. صحيح، يمكن هذا النقطة اللي كثير يعني ما بيركزوا عليها كل الأزواج، يعني زي ما ذكرت دكتور أحمد، خلينا بس نستوقف هذه النقطة، أنه الزوجين لما يتطلقوا خلاص بتصير كأنه زي ما ذكرت دكتور أحمد، يعني بدون تعقيب على كلامك، لكن فعلا بيصير في أحيانا بيصير في تشويه في السمعة، أحيانا بيصير في عناد، بتصير في مشاكل لا حصر لها بمجرد ما الاثنين اتطلقوا، يعني سواء كانت من مشاكل أو للأسف للأسف هي تكون انتصار للنفس. طب يعني انتصار للنفس، يعني هي تبغى تنتصر وهو يريد أن ينتصر عليها، وحرم هذه لهذه، خلاص الحياة وصلت إلى مرحلة انتهت. الله عز وجل توفي في الديانات الأخرى، سبحان الله، المسيحية، اليهودية، البوذية، الديانات الأخرى، كيف مسألة الزواج عندهم؟ ما يستطيع أن يطلقها إلا بالقوانين الوضعية التي موجودة. كيف تكون؟ سبحان الله، إلا مواضيع الأسرة في الشريعة الإسلامية وقضايا الأسرة في الشريعة الإسلامية فيها خير عظيم، وليست هي نهاية المطاف. ليس معنى الطلاق إنه نهاية المطاف. الرجل إذا حصلت مشكلة بين الزوجين وكانت حلها الطلاق فيكون الطلاق. لكن مثلا في المسيحية كمثال، عندما يحصل مشكلة بينه ما يستطيع أن يطلقها إلا بأشياء وصعوبة جدا، فهي لا تستطيع أن تتخلص منه. لكن سبحان الله في الإسلام لا، حتى حق إذا لا تريد زوجها أنت في قضية الخلع، قضايا الخلع، عندنا قضايا الطلاق يكون وهنا عوض، يعني يعطيها مهر، يعطيها جزء من المهر نصفه، يعني في أشياء سبحان الله في الشريعة الإسلامية تختلف عن الديانات الأخرى شيء كذا، فيها حل. المشكلة الطلاق ليس مشكلة، نعم، هو حل لمشكلة فعلا، يعني هو فعلا الطلاق أبغض الحلال، هو حلال بس من أبغضه. دكتور أحمد، إحنا يعني الآن نبغى نحط نقاط زي ما يقولوا نقاط على الحروف. حصل الطلاق يا دكتور أحمد بين الزوجين، في يعني بينهم أبناء سواء كانوا صغار أو كبار، هنا بتبدأ المشاكل، تبدأ الدوامة، يبدأ العناد بين الزوجين، واللي يضيع بينهم هم الأطفال، أو حتى يمكن كانوا حتى لو كانوا كبار. دكتور أحمد، نبغى نوصل لحل وسطي، نقطة تلاقي بين الزوجين اللي خلاص افترقوا. كيف إحنا نقدر نخلي هذول الزوجين ما يخربوا حياة أبنائهم فوق ما هي خربانة على قولهم؟ نبغى نقاط أساسية واستشارات لكل اللي بسمعنا الآن، إن الله لا يكتب الطلاق لأحد، لكن في حال حصل الطلاق، يعني الله سبحان الله، الله عز وجل حل هذه المشكلة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسألة محلولة، ما يحتاج والله نروح محاكم، ولا يحتاج أننا نعمل مشاكل، ولا يحتاج أننا كذا أبدا. هناك في حق للحضانة للمرأة، إذا تطلقت مثلا من زوجها وأولادها لم يبلغوا سن الرشد، سن 7 سنوات، فيكونوا في حضانة أمه، وإذا بلغوا السن القانونية مثلا سن الرشد، قبل سن الرشد يعني 7 سنوات، فيكونوا عند والدهم. مواضيع الزيارة، يتبادل الزيارة، لا يمنعهم للأسف. نحن نسمع عن قضايا اللي يخطف ولده واللي عنده أمه وأمه، لا أنا أبغى الولد، بكرة إذا تزوجت هي وجدت رجل آخر وأرادت أن تتزوج، أرمي الأولاد، أهلها يجوا أرمي الأولاد في حلقه، أرميهم، صح، مش عارف إيش تبغي فيهم. المرأة تشبت مع أبوها ومع أمها في بداية المشكلة وتتمسك بأولادها بأطفالها،
طيب انت تمسكي فيهم هو يمسك فيهم من هنا. القضية مين اللي يتشتت؟ الأطفال. الله جعل لنا أسلوب وطريقة وحل هذه المشكلة. ما يحتاج أننا نروح المحاكم وما يحتاج أننا نروح نعمل مشاكل وهي محلولة. يعني حتى النفقة تنفق على أولادك وتعطيهم مصاريف وما يحتاج أنك تروح محكمة تروح. يعني أنا أشكر حقيقة وزارة العدل بإقامة لجان لإصلاح ذات البين وإصلاح الإصلاح بين الأسر في المحاكم، وهي حقيقة مشكورة على هذا الجهد وهذا الأمر الذي تقوم به وتعمل من أجل الإصلاح بين الزوجين. أكيد. وكثير من المشاكل في النفقة وفي حل وفي الزيارة بين الأبناء، مع أننا ما نحتاج والله إلى المحاكم. صحيح بالضبط دكتور. يعني إحنا كنا خلينا نتكلم عن الحياة من قبل الطلاق، كانوا اثنين في تراضي، يعني المشاكل حاصل، لكن سبحان الله حصل الطلاق، ليش نستمر في العناد؟ ليش إنه عشان أنا والله عاندها أكسر رأسها أو هي زي ما ذكرت انتصار للنفس؟ ليش طيب؟ ليش يعني حتى إن كانوا الأبناء كبار دكتور أحمد، يعني أحيانا الأب بيعاند مثلا يقول خلاص أنتوا كبرتوا، أنتوا صار عندكم مصروفكم الخاص، أنا ماني مضطر أنفق عليكم الآن، أنتوا تنفقوا وما إلى آخره من هذه الأمور. يعني ما نبغى نحط حل وسطي، نبغى بالشريعة أيوة الشرع حل المشكلة هذه. النفقة تجب على يعني بعد ما يطلق المرأة الرجل إذا طلق زوجته وهي في أثناء العدة يجب عليه النفقة لأنها لا زالت في عصمته الثلاثة الأشهر. لكن المشكلة الآن إذا زعل الرجل على زوجته أو طلقها أو تركها وذهبت إلى أهلها ما عاد ينفق عليها ولا ينفق على أولاده ويتركهم، هذا واجب شرعي عليه. المرأة له يجب ينفق عليها وهي طلاق ثلاثة أشهر، وله واجب أن ينفق على أبنائه سواء رضي أو ما رضي، ينفق كل ذو سعة من سعته حسب قدرته. إنسان طلق مثلا والله راتبه 1000 ريال 1500 كم ينفق على أولاده عادة؟ اللي راتبه 20,000 كم ينفق عادة؟ فيعني تقدر الحالة بوضعها، لكن الأمور ما تؤخذ بالعناد، ودول أولادك في النهاية يا أخي، ودول أولادك يا أختي في النهاية. يعني أنت يعني الله عز وجل أمرنا بتربيتهم وأمرنا بأن ننفق عليهم، والنفقة واجبة، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذه القضية يعني حنا نتجاهل هذا الأمر، النفقة، نتجاهل التربية. من المسؤول عن التربية؟ المسؤول الأول هو الأب اللي يربي الأبناء، أما الأم فهي مهما يكون فهي يعني رفقا بالقوارير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالقوارير، وعندما المرأة لا تظن أنك تنتصر عليها عندما تأتي وتقول أنت طالق، لأن الطلاق هو كسر لهذه المرأة. يعني عندما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن يعني المرأة إن طلقها؟ قال ذلك كسرها. قال وكيف كسرها؟ قال طلاقها، كسرها طلاقها. فليس معنى ذلك المرأة للأسف عندما تغضب تقول طلقني، أنت يا أخي خليك حليم، لا تغضب وتجعل هذه الكلمة سلاح عندك أنك فيها انتصار لك على المرأة. المرأة ودودة، المرأة حليمة، كيف أنك تكون في مثل هذه المواقف يعني صلب، تكون حين، تكون ما تأخذ الأمور بجدية. وقع الأمر وانتهى فيجب أنك تحسن إمساكهم بمعروف أو تكفيهم بإحسان، يا تحسن إليها تمسكها بمعروف وبالتي هي أحسن، أو خلاص طلقتها تكون محسن معها بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أكيد يعني حق العشرة والأيام اللي كانت بينهم، حق الأولاد اللي ضاعوا بعد هذا الطلاق. دكتور أحمد إحنا رح نطلع لأول فاصل في برنامج طبابة ألف. مستمعينا خلوكم معانا على السمع، مستكملين أكيد موضوعنا لليوم ما بعد الطلاق، كيف يكون الطلاق ناجح وكيف ما يضيع الأبناء في هذا الطلاق. فاصل قصير مستمعينا، واللي حاب يتواصل معانا إن شاء الله بعد الفاصل عن طريق الاتصال على 012-616-1100 أو 011-217-85-85. ضيفي لليوم الدكتور أحمد العمري، مستشار علاقات أسرية. خلوكم على السمع. طبابة ألف.
رجعنا لكم من جديد في طبابة ألف، معكم أنا شادي عبد العزيز وضيفي لليوم الدكتور أحمد العمري مستشار علاقات أسرية. بنتكلم كيف يكون الطلاق ناجح، يعني مراحل ما بعد الطلاق، خلاص الطلاق تم لكن كيف إحنا نخليه ناجح، يعني لأنه حيكون بين أولاد، في عشرة، في أمور كثيرة كانت ما قبل الطلاق، يعني أمور، يعني هو شيء بديهي إنه الشخص لازم يكون يعني حازم، يكون ما يولد بين يولد بين الزوجين والأطفال مشاكل أكثر فوق ما هي أصلا مشكلة هذا الطلاق. أخذنا استشارات من الدكتور أحمد العمري قبل الفاصل، ومستكملين أكيد مشوارنا استفساراتكم حول موضوعنا لليوم. اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الاسمس على الاستيسي 84770 موبايلي 640660 وزين 74622، اتصالاتنا المباشرة على 012-616-1100 أو 011-217-85-85. ومعانا الدكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا وسهلا، أهلا بك يا دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كيف يكون الطلاق ناجح، كيف إحنا ما نولد التوتر بين الأطفال، ليكون العناد هو شيء أساسي بين الزوجين. في استفسارات عن طريق التويتر من منى، دكتور أحمد بتقول إذا الزوج تزوج للمرة الثانية وزوجته الأولى معلقة مخليها على ذمته، بس منظر قدام الناس، شو الحل؟ أهم شيء المنظر الاجتماعي. ما أعرف وصلك السؤال دكتور أحمد، يعني زوجته الثانية معلقة؟ نعم، وتزوج هو واحدة أخرى، إيش الحل برأيك؟ طبعا هذه يعني مشكلة يؤثم عليها، لأنه ما الله عز وجل يقول ولا تذروها كالمعلق، وهذا أمر هو يحاسب عليه إلى ذمته، فما يجب أنه يعلق هذه المرأة، ويجب أنه يعدل العدل، وإن خفتم ألا تعدلوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ومن كان يعني غير عادل مع زوجة، يعني زوجة واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، الله عز وجل أحل لك، لكن يجب هنا أن يكون العدل، والعدل يعني يكون بالنفقة، بالمزيد، بالسكن، بتنفذ لها كل ما يكون في الواقع وفي الحق، أما أن تذرها كالمعلقة فهذا أمر غير صحيح وغير شرعي. نعم. احيانا يا دكتور احمد، سبحان الله، الطفله الى سن معين تكون عند الام، بعد كده تكون عند الاب، لكن سبحان الله في بعض اهالي الامهات بيقولوا لا خلاص ارمي الطفل عند زوجك، خليه هو، ايش معنى انت تفضل تربي والاب يعني هو يعيش حياته على قولهم يعني بدون اي مسؤوليه. هنا ايش، كيف نخلي الموضوع وسطي؟ كيف احنا يعني أنا أحس أنا بنظرتي الشخصية إنه حرام الأبناء كده يترموا بين الأب والأم، الأم عاندة والأب معاند، هنا الأطفال بيروحوا فيها. يعني الأهل، أنا أحس الأهل ليهم دور كبير، أهل البنت يعني لما يقولوا لها لا ارمي الأطفال عند زوجك خلاص هو يربيهم، هو يعني أنت عيش حياتك، يعني هنا حرام. يعني الأم، أنا أحس الأم أولى بتربية أبناء في مرحلة معينة. دكتور، هو لا شك أن الأم هي الأولى بالتربية للأطفال في بداية سن الطفولة، وهذا الذي يجب أن يفهمه يعني الرجال إذا طلق فيجعل الأبناء، لكن ليس معنى ذلك أن المرأة تأتي وتمنع الأب من زيارته. له الله عز وجل حل المشكلة هذه، والسنة النبوية حلتها في أن تكون هنا المشكلة، أنه الأبناء تربيتهم في السن الأولى إلى 7 سنوات عند الأم، بعد 7 سنوات يكون الأب يأخذهم. ليش؟ لأنه حتى يوديهم المدارس، صحيح، حينظر إلى، يستطيع أنهم يعتمدوا على أنفسهم، يستطيع أنه يأكل، يستطيع أنه يشرب، لكن في بداية الأمر لابد الأم هي التي تقوم على نظافة هذا الطفل، وتقوم على تربيته، تقوم على تعليمه، تقوم على أنه كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتكلم، فعلاً. كيف كذا. لا. نعم، فالأب ما يستطيع على هذه أشياء، بس هو العناد، القضية زي ما تفضلتي عناد، وزي ما قلت أنا في بداية الأمر إنه انتصار للنفس، عمل فيه كذا، ضربني، كلمني، شتمني، عمل وعمل، لكن في النهاية يجب أن يكون بيننا التسامح. يجب أن يكون، وهناك حلول، يعني مو معنى ذلك إنه خلاص انتهى الأمر، الله عز وجل جعل هناك حلول قبل أن يكون هناك الطلاق، وقبل أن يكون هناك يعني، لكن ما هو موضوعنا هذا الموضوع. إحنا
أريد أن الحل فيما بعد الطلاق. بعد الطلاق يجب أن يكون هناك إحسان. يا أخي إيش اللي يضرك لما تجيب لأم أولادك؟ هذه أم أولادك. إيش اللي يمنع أنك تجيب لها هدية؟ إيش يمنع أنك تعطيها نفقة أنك تنفق على أولادك؟ إيش اللي يمنع أنك تأخذهم وتسمحي له أنت يا أم أنه يأخذ أولاده يزورهم يروح يمشيهم يروح يتواصل معهم؟ أما ما يحصل من شكل وما يحصل من عنف، أبوك شوف عمل فيني وأبوكم عمل وكذا، هذا من كلام الأم. يأتون عند أبوهم قالوا أمكم فيها وفيها وفيها ويسب ويشتم. هذه هي صحيح. أسباب المشاكل اللي من هنا تحدث الإشكالية. الله المستعان يا دكتور، فعلا الموضوع جدا فوق ما هو يعني سبحان الله ربنا سهله في كتابه الكريم واضح. ما يحتاج المشاكل، هم مصعبينه أبدا فعلا. طيب دكتور أحمد يعني عشان ما شاء الله في اتصالات كثير، خليني بس أذكر بأرقام التواصل اللي حاب استفسر من دكتورنا ضيفنا لليوم الدكتور أحمد العمري على 012-616-1100 أو 011-217-85-85. وعندنا اتصال دكتور أحمد، نقول مساء الخير. ألو ألو، يا هلا وسهلا، مساء الخير صديقنا، أنت على الهواء، تفضل. نسل التليفون. طيب اتصال جديد، مساء الخير. ألو. طيب فضلا لأمر اللي حاب يشارك في حلقتنا لليوم يركز في الجوال تبعه، وطبعا ويقفل الراديو عشان ما نسمع صوتنا دبل. في اتصال آخر، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام، اتشرف باسمك عزيزتي. مساء الورد والفل والياسمين والزهري الأحلى. مساء النور للعذوب، يعني من يوم ما قلتي حديقة الزهور هذا عرفتك. أخبارك العذوب؟ الحمد لله تمام، وحسن صوتك وحسن طلتك وحسين على غيابنا. الله يسعدك العذوب، ما يوحشكم غالي، إن شاء الله دائما معك متواصلة. عذوب، حابة تشاركي في موضوعنا لليوم مع دكتور أحمد ولا؟ للأسف ما. طيب حياك الله، نورني اتصالك. كان خاص لك. الله يسعدك، شكرا، تحياتي لك عزيزتي. الله معك، باي باي. طيب دكتور أحمد، إلى الآن يعني الاتصالات ما شاء الله تقطعت. طيب في عندنا كمان دكتور أحمد، بالنسبة يعني خلينا نتكلم عن الجانب الإنساني، يعني المرأة دائما خصوصا يعني في هذه الأيام في هذا الجيل صارت الأم ما يعني زي ما يمكن ذكرت قبل شوي انه لا انا خلاص والله اتطلقت رح ارمي اطفالي عند زوجي ما رح اهتم فيهم. هنا بالمقابل بيصير في عناد في نوع التربية، يعني الاب يبغى امور معينة يمشي عليها والام تبغى امور معينة، هنا حرام الطفل بيصير كأنه يصير عنده ازدواجية في الشخصية. دكتور احمد، وفي ضياع يكون الطفل فعلاً. في ضياع بين الاب والام فعلا. طب يعني هذه من المشاكل اللي تحصل ايضا، انه يعني كثير من المشاكل الطلاق تحصل عندما ياتي الرجل يريد ان يتزوج زوجة ثانية وهي تطلب الطلاق. طبعا من حقها انها تطلب الطلاق، لكن اذا طلبت الطلاق يعني ليش تعقد اكثر من اللازم؟ المرأة من حقك انك طلبت الطلاق، انت طلبت الطلاق لامر معين، ومن حقك انك تطلبي مثلا الطلاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلبت، يعني هي ملعونة تعتبر، من طلبة الطلاق من غير حد، ما لها حد أنها تطلب الطلاق. تطلب الطلاق فتكون خرجت من رحمة الله سبحانه وتعالى، هي آذت نفسها وآذت أطفالها وآذت الأمور كذا. فتحصل هنا الإشكاليات، إلا تبغى تأخذ أولادي وكذا. طيب هذا برضو أب له حق، أيضا له حق مع هؤلاء الأبناء. فكل هذه الأمور يجب إنه نعيها، مشاكلنا اللي بيننا ما ندخل فيها أبناءنا حتى لا يضيعوا هؤلاء. نعم. طيب دكتور أحمد، في اتصالات أخرى واردة، خلينا نستقبل اتصال جديد نشوف المستمعين إذا عندهم أي استفسار. نقول مساء الخير. طيب اتصال جديد، مساء الخير. يا هلا وسهلا صديقنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام، تشرف باسمك. ياسر معك. أهلا وسهلا أستاذ ياسر، تفضل. ممكن بس الدكتور؟ أكيد أنت على الهواء، تفضل دكتور أحمد معك. يا دكتور أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، أنا بس بستفسر عن أشياء معينة في موضوع في حال الطلاق. يعني أنت عارف ممكن
في خلال السنتين الأولى بعد الزواج يكون معك طفل. الطفل حرام إنه يتشرد مع بين الأب والأم، لكن إذا كانت الأم سيئة كيف حيكون الوضع؟ نعم، إذا كانت الأم سيئة كيف حيكون الوضع؟ أول أنا ممكن تعيدوني كان عيش بيئة الأب اللي كان عايش فيها أول. يعني تقصد صديقنا أنه صديقنا ياسر أنه الأم إذا البيئة بيئة الأم، أيوة دكتور أحمد، يعني هو يقصد إذا كانت بيئة الأم ليست البيئة المناسبة لتربية الأطفال لكن هي تبغاهم، أتوقع كده كان سؤاله، فهنا إيش الحل؟ يعني الأطفال يروحوا يعيشوا مع أبوهم أفضل؟ وضح السؤال دكتور أحمد؟ لا والله مو واضح. يعني إذا كانت طيب احنا هنطلع لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نوضح سؤالنا للدكتور احمد. خليكم معنا مستمعينا على السماء ان شاء الله، بعد الفاصل راجعين في طبابة الف معكم شادي عبد العزيز ودكتوري لليوم ضيفي الدكتور احمد العمري مستشار علاقات أسرية. من جديد مستمعينا في طبابة ألف، طبعا بنتكلم اليوم مع الدكتور أحمد العمري مستشار علاقات أسرية عن الطلاق الناجح، كيف يعني كيف نخلي الطلاق بدل ما هو عبء علينا ومشكلة كبيرة نخليه طلاق ناجح. أهلا وسهلا فيك، نورتنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا، أهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، معلش تأخرت عليكم. لا ولا يهمك، بالعكس الله يعطيك العافية. يعني وش الحمد لله على سلامتك. دكتور أحمد، كان قبل الفاصل صديقنا ياسر بيسأل عن إذا كانت بيئة الأم غير صالحة لتربية الأبناء بعد الطلاق، هنا إيش الحل أو إيش الإجراءات الأب يتخذها والأم تتخذها في هذه الحالة؟ طبعا هنا يجب أنه يلجأ إلى القضاء لحل هذه المشكلة، لأنه هناك يعني قد يكون الأم أو قد يكون الأب غير صالح للتربية، أنه يربي بسبب أنه قد يكون هناك إما أنه سوء في التربية، أو أنه قد يكون هناك قصور، أو قد يكون هناك مشكلة في السلوك أو في الخلق. فمن هنا يجب على الأب أنه يرفع قضية ويثبت يثبت هذا الشيء. فإذا أثبتوا للقضاء فمن حقه أنه يكون التربية هي أصلا والنفقة هي في الأصل أنها تكون للأب، لكن نحن نراعي أنه وقضية أيضا قضية الرضاع، حتى لما يكونوا الأطفال صغار وكذا، قضية الإرضاع هو واجب على الأب، إنه يجب إنه الأم والله رفضت إنها ترضع، فيجب عليه إنه هو يأتي بمرضعة ترضع هذه هؤلاء الأبناء. يعني الأم ليست ملزمة شرعا بأنها هي التي ترضع الأبناء، لكن اللي ملزم هو الأب بأن يوفر من يقوم على مرضعة لهذه الأبناء، سواء كانت الأم أو غير الأم. طيب جميل، في اتصالات أخرى، بس أذكر مرة ثانية بالأرقام 012-616-1100 أو 011-217-85-85. عندنا اتصال، مساء الخير. ألو، يا هلا وسهلا صديقنا، تفضل. مساء الخير أستاذ شادي، دكتور أحمد. أهلا وسهلا فيك، تشرف باسمك. أيمن. أهلا وسهلا فيك يا أيمن، تفضل إذا حاب توجه سؤال لدكتور أحمد. لا والله معلومة صغيرة بس، الطلاق بيكون ناجح لما يكون بإرادة الشخص وإيمان شديد، لأن أكبر أعمال أفضل أعمال للشيطان تفريق الزوج وزوجته، ده أحسن عمل بيأديه في الدنيا، صح، بياخد درجة أولى فيه. نعم، يعني أنا حضرت طلاق قلت للشخص 3 مرات تعزم الشيطان، قال لي ما يحتاج قلت له خلاص سلام عليكم. فعلا كلام سليم، يعطيك ألف عافية أخوي أيمن على النصيحة الجميلة. لا شك إنه الطلاق يعني هو يتقرب به الشيطان إلى إبليس، لأنه هو أفضل شيء حتى إنه يعتلي العرش فيما بينهم عند الإبليس، ولأن الشيطان حريص على أن يفرق بين الزوجين. فإذا استمع الرجل لهذا الأمر ودخل الشيطان فيما بينهم، فهو لا يسعى إلا للتفرقة بما بين الزوجين، كما ذكر الله عز وجل يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا التفريق من إبليس يأتي. فيجب على الإنسان إذا عرف إنه هذه المرأة تفرق هذا الطلاق حيحصل فرقة بين الزوجين،
يجب أنها تكون عاقلة ولا تستمع لهذه الأمور. نحن لا نسعى إلى الطلاق، حلوا المشكلة بأي طريقة من الطرق بحيث أنه لا يقع الطلاق، ولا يستعجل الرجل أن يكون أن يضع الطلاق. يعني لعلي أني أذكر قصة، امرأة أتت وغضبت على زوجها إلا تطلقني، فلا لن أطلق، قالت لو فيك خير أعطيني ورقتي. فماذا ما حصل منه؟ أنه وضع ورقة بيضاء ووضعها في ظرف وسلمها إياها وقال هذه ورقتك. فغضبت، أنت لو فيك خير ما طلقتني، ما أعطيتني ورقتي، ليش تعملها وكذا وكذا. خرج من البيت، فعندما خرج فإذا بها تتصل عليها اليوم الثاني، خلاص أنت ارجع لي ومش عارف إيش وكذا، وتتأسف على اللي بدر منها. عندها قال طيب أنت شفت الورقة؟ قالت إيش أبغى في الورقة؟ ايه؟ عارف اللي فيها. قال لها طيب أنا جاي. لما جاء قال لها جيبي الورقة. ايه؟ وجاب لها الورقة، قال لها افتحيها. افتحها إيش فيها؟ فيها طلاقي؟ قال لها لا افتحي الورقة. فتحت الورقة، عندما فتحت الورقة وجدتها ورقة بيضاء ليس فيها شيء. فكان ود، يعني هذه حكمة من الرجل. حلو. فما يجب أنه يعني، والهدايا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني أهدي زوجتك، أعطيها من الهدايا حتى تكسب ودها. إذا غضبت عليها، إذا زعلت، طيب حصل الطلاق، معنى ذلك تنقطع الهدايا والود فيما بينكم؟ لا، اجعل هذه من باب العشرة، ولا تنسوا الفضلة بينكم. يقول الله عز وجل كان بينكم ودة ومودة وعشرة، وبينكم أبناء، حتى أبنائك عندما يرون أنك تود أمهم، صحيح، إذا كبروا يودوك، يحبوك، يبروا فيك، وأنت كذلك أيتها المرأة. ما يمنع أننا يكون فيما بينك وبين زوجك ود. سبحان يعني الله، قد تكون إن يمكن بداية لأنه يرجعوا ثاني. إيه نعم. 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 صحيح. يعني أنت زي ما ذكرت في بداية الحلقة، الطلاق مرتان. فطلقتين يعني يجوز لك إنك تراجعها، لكن المشكلة لما يطلقها تذهب إلى أهلها وتغضب وتجلس عندهم 3 أشهر وحتى يرجعها خلال العدة. أنا دائما أذكر يعني من الأشياء الحلول التي يعني بين الزوجين، إذا حصل الطلاق إنك ترجع زوجتك، إما وطرق الإرجاع للزوج، إما بشاهدين، وإما بأن ينام مع زوجته بالجماع ويشهد على ذلك قبل أن يكون إيش؟ قبل أن يكون قبل أن تنتهي عدة المرأة وهي 3 أشهر، أو الأوضاع العدة التي تكون إذا كانت حامل أو حتى تضع حملها أو من مثل هذه الأمور. فيجب على الرجل أنه يكون حكيم ويتصرف بحكمة في مع زوجته، لأن المرأة قد يكون تتصرف وتتحدث بعاطفة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، وخيركم خيركم لأهله. عمر بن الخطاب عندما أتى أولئك الصحابة إلى عمر بن الخطاب وجد اشتكون زوجاتهم، فوجدوا عمر إلا أنه زوجته ترفع صوتها عليه، فقالوا انقضت مشكلتنا. إذا كان عمر بن الخطاب وزوجته تتحدث معه وتتكلم عليه بهذا الأسلوب ونحن خلاص انحلت مشكلتنا. إيه؟ فقال لا تعلمون أنها هي التي تقوم على رعاية أبنائي وتقوم على بيتي وعلى شؤوني وكذا، فيجب أننا نراعيها. قد يكون ضغوط الحياة، ضغوط الأبناء والتربية. فعلاً. نعم نعم فعلا. كيف تكون حكمة الرجل في التعامل مع هذه المواقف؟ في ما شاء الله اتصالات أخرى كثيرة دكتور أحمد، نستقبل اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام، أهلا وسهلا صديقتي، مين معايا؟ معك أمل. أهلا وسهلا فيك يا أخت أمل، تفضل، حابة توجهي سؤال لدكتور أحمد. مساء الخير دكتور أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. بس أنا كنت، أنا أخويا متزوج، وكان متزوج وعنده طفلين، واحد عمره 11 سنة واحد. ألو. طبعا يعني زوجته أخلاقيا مرة ما تنفع أن هي تكون تربي الأولاد، وهذا طبعا ببينه وبكثير ناس يعني شاهدين على ذا الشيء. طيب هو على اسم اذا ما خلى العيال يشوفوا امه، ولا لازم انهم يشوفوها؟ لانه يا دكتور معلش، نعم. هو كل ما يروح لامهم لو يوم واحد، لو يوم واحد يجوا بتفكير منقلب 180 درجه، افكار غريبه وكلام غريب، ولما يكونوا عند ابوهم يكونوا مستقرين ونفسياتهم مستقرة، رغم أن أبوهم متزوج، شايفين استقرار مع أبوهم وحرمته أكثر مما إحنا شايفين لما يجوا مع عند أمهم. أولاً ما أدري يا دكتور. إيه نعم، يجب إنه قضية إنه يمنعهم من صلة أمهم وكذا، فما يجب عليه، لأنه هذا من برهم لأمهم، أنه يكونوا في تواصل معهم.
ولكن بحيث أن يكون هناك في الصلة. إذا كان البيت بيت سوء، إذا كان في أخلاق سيئة، فيكون هناك إما أنه يعني عن طريق المحكمة يكون التواصل ليس في بيتها أو في كذا، ممكن عن طريق الشؤون الاجتماعية أو عن طريق الشرطة أو في مكان يعني يرونهم فيه لفترة معينة، وهذا يحدد عن طريق المحاكم، عن طريق إصلاح ذات البين تحدد هذه المواضيع الزيارات. إذا كان هناك حيسبب إشكالية في الأخلاق أو إشكالية في سوء المعاملة أو في شيء كذا، فيتوجه الأب بطلب إلى الجهات في المحكمة أو شيء كذا بأنه الزيارة تعدل، يعني ما هي في بيتهم أو شيء كذا. وإن أراد أن يصلح من شأن هذه المرأة وإن كذا، ما نأخذ القضية قضية عناد، يعني يحاول أنه يتودد إليهم ويرى من مع من هؤلاء الأولاد يختلطوا في البيت مع أمهم، إيش الوضع اللي يعني حتى أمهم يعطي أولاده هدية لأمهم حتى يكسبون ودها. صحيح. يعني مو شرط إلا أنت تعطيها هدية، ولا أنت اللي نعيب، يعني زي ما يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لأنفسنا عيب سوانا، فحل عيب والخطأ مننا نحن. فيجب أنه إذا كان هناك سوء معاملة فيغير مكان الزيارة، إما في بيت آخر، في بيت يعني في بيت يكون فيه أدب وخلق أفضل. سبحان الله، زي ممكن ذكرت دكتور الهدية يمكن أو أي كلمة طيبة، يمكن الأب يكلم أم الأم الوالدة، نعم الأم الكبيرة، يقول لها أنه يعني حاولي تتفاهمي مع بنتك، يعني على أساس أنه الأولاد ما يضيعوا. نعم. يعني يمكن حل من الحلول أنه ما مثلا ما يرسلهم يوم كامل أو أسبوع كامل، يكونوا طوال الأسبوع عند الأب والأم. إذا كانت زي ما ذكرت الأخت أمل أنه مش مناسب للتربية، خلي عندهم نص يوم أو زي ما ذكرت في مكان هم العام. هو هم الزوجين هم لو يعني يعني الطليق والطليقة لو إنهم اتفقوا ما حصل هذا الخلاف، لكن الخلاف كله ما يحصل إلا عناد. نعم. هو صحيح. عناد وانتصار للنفس. فعلا يا دكتور أحمد، الله يعيننا يا رب. في اتصالات أخرى، نقول مساء الخير. ألو، طيب الاتصال اللي بعده، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، اتشرف باسمك أخوي. أبو علي. عفوا، أبو علي. أبو علي، هلا وسهلا فيك يا أبو علي، تفضل وجه سؤالك للدكتور. أهلا وسهلا دكتور، الله يعطيك العافية. في عندي استفسار في حال عدم التوافق في الحياة الأسرية، لعدم احترام الزوجة لعمل الزوج كوظيفته وعمله، ساعات العمل اللي بيقضيها دائما برا، وعدم الهدوء دائما في 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 بيت الزوجية نفسه، نعم، ايش الوضع حيكون هنا؟ كيف حيكون التعامل؟ كيف حيكون ايه الافضل اللي يستخدمه الرجل في هذا المكان؟ وثانيا، هل يحق للزوج توفير منزو ابو الاولاد انه يوفر المسكن المناسب لزوجته اللي كانت زوجته وابنائها لحفاظ العادات والتقاليد على الابناء، يعني ويكون متابعة لهم، سواء متابعة الزوج الأب لأبنائه ومتابعة الناس الكبار. نعم. العائلة لتربية الأم لأطفالها. نعم. الـ 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 المسألة والموضوع يعني محلول، وأنت قد يكون أوجدت الحلول. المرأة يجب عليها، لها حقوق، لو إن الرجل عرف حقوق زوجته والمرأة عرفت حقوق زوجها ما حصلت أصلا المشاكل، لكن عندما تغيب الحقوق وكل يريد أن يأخذ حقه ولا يريد أن يعطي الحق الذي عليه، يريد الذي له ولا يريد الذي عليه. المرأة يجب، الرجل أصلا الله عز وجل جعل عليه التكسب وأن يخرج خارج البيت وأن يعمل وأن يصرف وأن ينفق، ليس على المرأة نفقة، مهما تكون لديها من أموال ومهما يكون وضعها ليس عليها أن تنفق، لا على بيت ولا على أولاد ولا على أسرة ولا على أي أحد. الواجب النفقة على الرجل. إذا حصل الطلاق يجب أن يكون هناك، أن يلبي الأب لأبنائه مسكن، لأنه هذا من النفقة عليهم، السكن والنفقة وأن تكون أمهم معهم. أنت يا أخي تحسن إليها، أنت تحسن إلى أبنائك، وليس تأخذ المسألة مسألة عناد. أحسن إلى هذه المرأة، فإذا تزوجت ووجدت من ينفق عليها ومن يسكنها، فهؤلاء أبنائك، أنت الذي توفر لهم المسكن وأنت الذي توفر لهم المأكل والمشرب وكذا، وما دام أمهم معهم فهو أفضل. وإذا كان، لأنه قد يكون هذا الأمر أيضا يجعل ود فيما بينك وبين زوجتك وتعود إلى أبنائك،
فليس معنى ذلك إننا نصعب الأمور أو نصعدها. المرأة لها واجب، لها واجب ولها حقوق، وكذلك أنت أيها الرجل لك واجب ولك حقوق بأن تسحر على راحتك وأن تقوم على رعايتك. وأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الرجل يعني ينزف دما وقيحا من رأسه إلى أخمص قدميه وتقوم المرأة على لعقه لما أوفت حق الرجل. فهذه من حقوق المرأة على رجلها، على زوجها، بأن تراعيه وأن تسهر على راحته وأن تلبي طلباته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. جميل، كلام جدا رائع دكتور أحمد. خلينا نطلع على فاصل أخير يمكن في حلقة اليوم، ونرجع لكم أكيد مستمعين ومستمرين في حلقة ما بعد الطلاق. في صديقتنا منى إن شاء الله رح أذكر بالأرقام اللي حابة تواصل معانا عن طريق الاتصال على 012-616-1100 أو 011-217-85-85. فاصل قصير جدا وراجعين، خلوكم على السماء. من جديد في طبابة ألف الدكتور أحمد العمري، مستشار علاقات أسرية. مستمرين في موضوعنا لليوم ما بعد الطلاق وكيف يكون الطلاق ناجحا. في استفسارات كثيرة واتصالات، عندنا اتصال آخر. طيب منى، والله أنا حابة ممكن ترسلي لنا رسالة نصية على الاستسي 847700 أو موبايلي 640660. مشتركين زين 7462 62. إن شاء الله أمسك معك الخط صديقتنا منى من الإمارات، حابة تستفسر، حابة تكلم حضرتك، إن شاء الله أمسك معك الخط يا أخت منى. في اتصال نقول مساء الخير. ألو. هلا وسهلا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام، تشرف باسمك. معك محمد. أهلا وسهلا فيك يا محمد، تفضل سؤالك للدكتور. أيوة أنا بسأل الدكتور، أنا طلقت زوجتي تقريبا من سنة وعندي طفل عمره سنوات. كان اتفاق بيننا أنه يكون الطفل في حضانتي أنا ووجود والدتي. والدتي الفترة الأخيرة يعني تعبت مرة وصارت شسمه يعني محتاج أحد يكون عنده وزي كذا، ما تقدر تعتني بالطفل. نعم. معايا؟ نعم. أيوة. ورجعت مرة ثانية حاولت أني أتواصل مع أهلها، بقول يعني قلت لهم خلوا الولد عندكم وخلاص أنا أجي أعكس الآية، يعني أنا أخذ نهاية الأسبوع ويبقى عندكم أنتم. فأهلها رافضين وأبوها بالذات يعني رافض، يقول لا إحنا ما نربي عيال الناس ومدري إيش. فكيف أتصرف معهم؟ يعني هو واجب لك أنك أنت اللي الآن تربية طفلك، هذا طفلك. أنا أيوة الطفل. نعم. حضانتي أنا. نعم نعم. أنت يجب عليك أنك يا إما أنك توفر له مربية أو تأتي. نعم. له مثلا بمرضع، إذا كان أنت تقول عمره سنة. أيوة تقريبا. أيوة ليس لهم واجب، ما عليهم إلزام بأنها تربي طفلك أو شيء الأم، لأنه نعم. الأساس أنه أنت النفقة والكذا، ولكن هذا من باب هي لها حق الزيارة والإحسان إليهم من باب، لكن الواجب عليك أنت، ليس لهم عليهم، يعني ما تستطيع أنك تلزمهم بشيء. يعني إن كانت بالحسنة جات منهم. أيوة أيوة نعم ممكن. بالإحسان وبالتي. نعم. هي أحسن والأخلاق وكذا، ومن الأفضل لها، أنا أنصحها إنه هذا ولدها وهي حتحسن إليها الآن، لأنه هو الذي بكرة حيشيلها لو كبرات. لا هي الأم يعني موافقة إن هي تبغى الولد يعني، بس الأهل ما تفرط ولد، لكن هو المشكلة من الأهل يعني من والد. أنت أعطي يعني لو تعطيه منها هي مسألة عناد، لكن لو يعني خذ بالتي هي أحسن، الصلح، الناس اللي يعرفوهم وكذا من باب إنه، لكن في حالة الرفض هما ليسوا ملزمين لا هي ولا أهلها بتربيته. أنت الملزم بتربيته، فتوفر له مربية وتوفر له هذه الأمور من ناحية الشرعية، هذا هو، ليست ملزمة بتربيته. طيب ألف ألف شكرا. شكرا لك أخ محمد، والله يصلح الحال يا رب. في اتصال آخر نقول مساء الخير. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الإكرام، تشرف باسمك. طيب في اتصال آخر، مساء الخير. ألو. مشكلة في الاتصالات جماعة الخير. طيب مساء الخير. ألو. طيب عموما يعني نعطي فرصة لغيرنا إذا عندهم أي استفسارات.
على أرقامنا 012-616-1100 أو 011-217-85-85. ومساء الخير. ألو، هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام، تشرف باسمك. أبو بكر. عفوا. طيب دكتور، يمكن كان آخر اتصال مع صديقنا محمد، نصيحة عامة تعطيها لكل الأزواج والزوجات اللي خلاص وصلوا لمرحلة الطلاق. أنا أنصحهم بأنهم يعودوا ويعني يراجعوا أوضاعهم، لأن الله عز وجل يعني ما جعل الطلاق نهاية الحياة أو شيء كذا، فيعودوا إلى بعضهم يدرسوا أمورهم لعل الله عز وجل يصلح الشأن فيما بينهم، وما يمنع أنه يكون، لأن الله عز وجل جعل الطلاق، هناك الطلاق في رجعة، الطلقة الأولى والطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة وهي البينونة الكبرى، فهذه فرصة بأنه يستطيع الرجل أن يرجع إلى زوجته إذا طلقها، أن يودها وأن يود أبنائها وأن يحل هذه المشاكل بالهدية، بالكلمة الطيبة، حتى الكلمة الطيبة صدقة، أنت تعمل أجر في أولادك، أنت تقوم على تربية أبنائك، تقوم على نصيحة زوجتك بالتي هي أحسن، لا تجعل الأمور تأخذ إلى مجرى محاكم، إلى مجرى شرط، إلى مجرى آخر يزيد العنف ويزيد الغضب ويزيد المشاكل. الله عز وجل جعل هناك حلول بين الزوجين. أنا أرى اللي عندهم مشاكل الآن فيما يعني وهم في البيت، لا زالوا لم يتم الطلاق، بأن يكون هناك ما أوصى، ما ذكره الله عز وجل، بأن يكون هناك الهجران في الفراش للزوجة، بحيث أنه مثلا مو معنى ذلك الهجران يترك البيت ولا هي تترك البيت وتروح عندها أهلها، هذا غلط، هذا يزيد من المشكلة. مشكلة يجب أنها ما تخرج من غرفة النوم، فإذا خرجت خارج إطار غرفة النوم فهنا وقعت المشكلة وكبرت. إذا نام يعطيها ظهره وينام يسيبها ما يكلمها، وداخل الغرفة يجب أن يكون هذا الأمر. ثاني شيء، ينصحها بالتي هي أحسن ويوجه لها الكلمات الطيبة، ينصحها. كذلك على الزوجة نفس الطريقة، أن تنصح زوجها وأن تقوم مثلا إذا وجدت منه غلط كذلك بهجرانه وكذا، بهذه الطرق قد يكون تعالج مشكلة. إذا ما صلحت هذه الأمور يكون هناك باختيار رجل من أهله ورجل من أهلها ويصلح الشأن فيما بينهم. هذه الطرق الثلاثة لم تنجح، فيكون هنا الحل إذن هو فيما بينهم الفراق. وأسأل الله عز وجل أنه يجمع بين كل زوجين، وأن يحسنوا بعضهم إلى بعض، وعدم يعني للأسف أيضا من المشاكل اللي تحصل أنه الزوج يترك زوجته ويتركها معلقة ويقول أو يطلقها وما يعطيها صك الطلاق، فهذه أيضا من المشاكل التي يجب أنه الرجل يتقي الله عز وجل في هذه المرأة ويرفق بها. فالمرأة مهما يكون هي ضعيفة، ويجب أنه يحسن إليها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أمين. شكرا لك دكتور أحمد العمري، مستشار علاقات أسرية، كان ضيفنا لليوم في طبابة ألف. بإذن الله جدد اللقاء من جديد معك دكتور أحمد. شكرا لك، وشكرا لكل المستمعين اللي تواصلوا معي، وأعتذر عن الأشخاص اللي ما قدرت أخذ اتصالاتهم. أقول لكم مسكم الله بالخير، وخليكم إن شاء الله مع موجز لأهم الأخبار مع صديقتي سهى النجار، وبعدها كابتن ريما في فيتامين. دمتم بخير.